الانتخابات جرت في جو ديمقراطي شفاف نزيه، الإقبال من الساعة 9 بدأ جيد، ازداد حماسة بعد الخامسة مساء، زاد الإقبال. يقدر عدد اللي انتخبوا في مدينة عمان المركز هنا 1963 ناخب وناخبة، وفي عموم المملكة حوالي 2750 ناخب. اليوم صراحة كان يوم صيدلاني بامتياز، نقابي مهني، تجذرت فيه كل معالم ومبادئ الديمقراطية الحقيقية. جو كان جميل جدا، كان في سهولة في التعامل. بعتقد أنه فعليا هذا اليوم نفتخر فيه إحنا في نقابات المهنية، لأنه كان يعني يوم اتسم بالمحبة والمودة بين كل الزملاء، وإن شاء الله فعليا هذا يفرز إنه مجلس نقابي قوي. العملية الاقتراع كانت عملية منظمة ومميزة، توزيع البطاقات كانت جيدة، عملية الانتخابات كانت نزيهة. نتمنى على المجلس القادم تنظيم مهنة الصيدلة والارتقاء به، ونشكر كل من ساهم في هذه الانتخابات.